بعدنا هايدي بأجواء أسبوع العيد الماضي، وقت بنقول العيد بنرجع بذاكرة كتير حلوة لطفولتنا، بنرجع بذاكرة لطقوس وعادات تورثناها عن أجدادنا وعن أهالينا، يعني كل حدا بذاكرته مخزون شامل من الذكريات أكيد. قبل العيد، الوقفة، تياب العيد، حلويات العيد، عادات أهالينا، زيارات وهدول القصص. ولكن نحن بنعرف أنه بكل دولة في عادات مشتركة بين كل الدول العربية، ولكن إلا ما يكون في اختلافات، وأيضا بالمحافظات السورية اليوم نحن بنشترك بكثير من العادات والتقاليد اللي بتخص الأعياد، ولكن أكيد في فروقات. رح نتعرف اليوم هيك ضمن صباحنا وأول فقراتنا، هنروح لمدينة الحسكة لنعرف كيف بتكون أجواء العيد، شو هي أهم العادات والتقاليد، وكيف بتكون التحضيرات ما قبل عيد الفطر وعيد الأضحى. وضيفنا لليوم هو الأستاذ عايش كليب، وهو باحث بالتراث والفن والفلكلور. يسعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا فيك. وصباحي لكم هلا، وردة وتفوح وعطور، أنتوا الهوى والغلا، أنتوا لعيوني نور. الله، صباح الخير لكم للمشاهدين أينما كانوا. سعد صباحك يا هلا. بداية أستاذ، فعلا يعني الأعياد ببعض محافظاتنا السورية بتختلف عن غيرها بعادات، بتقاليد، بطقوس، بتكون متوارثة من جيل لجيل، البعض منا يمكن اختفى مع مرور الزمان، والبعض أيضا لسه موجود اليوم لحتى هي اللحظة، لكن منقول مهما اختلفت هي العادات إلا أنه جوهر العيد ممكن بيضل واحد، لمة العيلة وفرحة الأطفال، هذا شيء أساسي. نحن اليوم حابين نتعرف من حضرتك كيف كانت اليوم أجواء العيد بمحافظة الحسكة، شو الفرق بين العادات بالماضي والحاضر؟ طبعا أنا ممكن ألخص أجواء العيد بالحسكة اللي هي جزء من سوريا، وهي يعني تقريبا في شبه كبير. بصباح العيد يلتم من الحلوات لمة، وتشم ريحة الخزامة، ونصير للعيد كلنا، كل وجه بالعيد يضحك، حتى المحزنب بشوق المحنة، والتسابق الكلمات على الشفة، عيدك مبارك حبيبي ومبارك الحنة، وحبة العيد بنهار العيد مشروعة، هذه سوالفنا وعادات أهلنا. أي ما بقى فينا نكفي هيك، خلينا بصباح العيد يعني أول يوم العيد تقريبا العادات الموجودة، في ناس إلها أموات، فزيارة المقابر صحيح. هي من عادات المنطقة بالنسبة للكبار. بعدين بعد ما خلصوا صلاة العيد راحوا على المقابر، ممكن للصلاة العيد اللي يروح يصلي، يجتمع العائلة عند أكبر واحد بالبيت، بالعائلة، بالأسرة، يصير غدا، وجبة غدا، وجبة أكل عند أكبر واحد بالبيت. هاي من طقوس العيد الموجودة عندنا. إذا في مشكلة بالمنطقة ممكن يجتمع وجهاء المنطقة حتى يروحوا يحلوها، يستفيدوا من يوم العيد، فيكون وساطة للصلح والتسامح والمحبة. هاي بالنسبة لأول يوم العيد. دائما نحن بنقول العيد هو فرصة لنصافي القلوب ونسامح ونكون ببدايات جديدة، ولكن هيك إذا حبينا نختص اليوم كونه حضرتك ضيفنا من الحسكة، بنقول لك الحمد لله على السلامة، وأكيد تحياتنا لكل أهالينا بالحسكة. خلينا نرجع شوي للوقفة، يعني هذا اليوم هو بيكون الناس مشغولة بتحضير الحلويات، بتحضير خلينا نقول الورد اللي حتى اللي بدهم يطلعوا على المقابر، بتحضير الثياب الحلوة للأطفال أو للكبار. وفي بعض العادات دائما النساء بيوصلن كادو بأول نهار العيد، فما بنعرف إذا اليوم أكيد الحسكة بتختص بهي الميزة أيضا. في مثل يقول من رمضان للعيد أوله مرق، وسطه علق، وآخره خرق. شو يعني؟ بمعنى أول مرة أول هذا المثل. هو الأول يوم بالأول القسم الأول من رمضان مرق، يعني المرأة تكون مشغولة بالطبخ للبيت، تحاول قدر إمكانها تعمل أفضل الطبخات. صحيح. وأكيد أنتوا الستات عايشين هاي الحالة. القسم الأوسط منه علق، يبلشن النساء مشغولات بالحلويات على قطع صغيرة الحلو. القسم الأخير خليني أنا أفسر لك، يا ما أنه ثياب وتجهيز الثياب وهدول القصص الأخير. لا الأخير خرق.
الاسم الاخير مثل ما هلا تفضلتي هو خرق، معنى انه العائله كلها مشغوله باللبس، الاولاد لبس الصبايا لبس الختائر، الكل وقفة العيد مشغول بالتحضيرات النهائيه والتحضيرات ليوم العيد اللي هو مثلا بكره. يعني انشط يوم هو يوم الوقفه، يكون يوم الأسواق تكون ممتلئة عجقة. بالناس بالعجقة اللي يشتروا اللي يبيعوا الصبايا العلاقات، يعني كلها تشترك بيوم الوقفة. أكيد. يعني خلينا نروح شوي للأطفال اليوم، منحس أستاذ أنه العيد ما كتير له بهجة مثل أيام زمان. صحيح. يمكن بسبب الظروف الحياتية اللي مرينا فيها صار داخل كل بيت ممكن في حزن، في فقدان لشخص غالي عندهم، لكن دايما منحس أنه يلي بيعطينا بصيص الأمل هنهم فرحة الأطفال، فرحتهم وبهجتهم بالعيد، إن كانت بلبسة جديدة إن كانت بلعبة جديدة بكتير من الأمور. خلينا نحكي أستاذ عن طقوس الاحتفالات بالحسكة للأطفال. الأطفال مساكين مقسومين قسمين، قسم المدينة وقسم الريف. الريف من الصبح الساعة 6 الصبح يكون حاط ثيابه جوا المخدة، فاق الصبح مستني الصبح بفارغ الصبر، حمل كيس نايلون وطلع على القرى يجمع سكاكر. هاي العادة الموجودة عندنا بالحسكة، يطلع من الساعة عم نحكي على الريف؟ عم نحكي على الريف. تمام. يطلعوا الأولاد كلياتكم 10-15 واحد على بيوت، يدقوا الأبواب، يعطونهم أهل اللي يروحوا يزوروهم عيدوهم، يعطونهم كراميلة سكاكر، في سكر قديم كان اسمه قبقاب غوار، في شيء اسمه كليجة كمان، الكليجة هي الحلويات. قبقاب غوار هلا هو معروف بكل المناطق المحافظات السورية. بالضبط. يطلعوا على الحارات على هالبيوت يجمعوا كراميل، وعلى الطريق وهم راجعين يجوا الساعة 1-2 يقعدوا بأحد المكانات يبلشوا يعدوا، يعملوا هذا القبقاب غوار، أنا صار عندي 100 قطعة هذا ما أعرف. مثل ما تفضلتي هو البهجة هي للأطفال بالمدينة بصراحة. الصبح كمان ينزلوا وين؟ يعيدوا الجيران الأصدقاء على الحدائق على الملاهي على مدينة الألعاب إذا في ألعاب. هالأزمة شوي ضغطت على أطفالنا. صح. فصارت المقاهي يرتادوها بعض الشباب الفتيان، الأطفال يعني يروحوا زيارات عائلية. وفي عادة ثانية أنه العيدانية ممكن تكون مصاري للأطفال. ممكن؟ يعني ممكن. إحنا بلا مصاري ما منعيد، يعني إذا ما في مصاري ما في عيد بالنسبة للطفل يعني. لا، نحن يرضى بالقطعة السكر، يرضى بالملبساية، يرضى بالقضية، وإذا في مصاري ما يمنع يأخذ مصاري ما في عيد. هلا ما يمنع هو، خلينا نتفق أول شيء على شغلة إنه الطفل بيحب هذا اليوم هي العيدية، بنعرف من حالنا يعني. نحن من ما كان يعطينا العيدية كنا نسحب المعايدة فورا يعني. لا قنوعين والله أطفالنا. يكتفوا بالسكاكر. يعني للأسف اليوم مثل ما حكيت حضرتك، ولكن احنا بهاي الأيام اقتصرت هاي خلينا نقول الطقوس بسبب الأوضاع والظروف الاقتصادية، بسبب الظروف اللي مرقنا فيها، حالات الفقد اللي صارت بالعيال، حتى ظروف الاقتصاد. اليوم العيال اللي عنده ولد واثنين وثلاثة هو ما هو قادر ينزل على الأسواق ويكسي الكل يعني. فخلينا هاي الآخر عشرة قلت لنا الخرق يعني الخرق. نخففها شوي اليوم. حكينا شوي على هدول الطقوس. دائما بكل محافظة في أكلة حلو بنهار العيد بتتقدم، ونحن بنرجع بنقول محافظاتنا السورية هي مشتركة بكتير من الطقوس. إذا هيك حبينا نخص الحسكة، ذكرت هايدي الكليجي يعني أنا بسمع عنها كتير بس ما أنا دقتها ما كتير يعني، هي طيبة بس مو أنه مثل طعمتها كتير فيها بهارات. الكليشة هي اسمها الكليشة بالمصطلح، مشتركة بين الرقة دير الزور الحسكة، هي حلو عادي يعني. بس اللي كان يميزها قديما انه كانوا يعملوها اهلنا او امهاتنا على التنور، تنور الحطب، فكان في لها طعمه ونكهه خاصه. اليوم بسرعه التطور صار في اكثر من حلو، صار في المعمول، صار في السمسميه، صار في يعني داخلت، بس الاشهر اكثر شيء الشيء الرئيسي يعني اللي عندكم الكليشه. طبعا اللي ما مسوي كليشه معناته ما عنده عيد. ما بتسووا مناسف اول يوم عيد؟ بالنسبه للاكل ايه، هلا حكينا اول شيء، اوله هو مرق بالاول نهار الفطره، اول نهار العيد. إيه في شيء اكله خاصه انتم يسوي الثريد؟ ثريد اللحم. ايه اللحم الغنم او البقر حسب الامكانات المتاحه. او وخبز الصاج والمرق او البرغل وكمان واللحم، يعني مشهوره المنطقه يعني. يوميا اذا ايام العيد الثلاث لازم يكون في
اللحم لازم يكون موجود. لازم نزوركم اكيد ليش هاي الطقوس يعني بشكل صحيح. مباشر يعني نحن نعرف انه بتشتهر الجزيره السوريه بكثير من الدبكات ومن الفنون الشعبيه، خلينا نتعرف عليها اليوم. هي احلى شيء يعني اللهجه هاي القريبه للقلب. الجزيره هي متحف للتقاليد والعادات. ليش؟ لانه فيها كثير من الاطياف، فيها العرب، فيها الكرد، فيها الشركس، فيها الارمن، فيها السريان، فيها الاشوريين. هاي المنطقه يعني متنوع، هذا التنوع خلاها تكون متجدده وجميله. احكي لك مثلا بعض العادات الموجوده بيوم العيد، الاشعار والاغاني هي كثيره، وانا تمنيت انه يكون معي في واحد من في مطرب يكون معي هيك يسمعكم اكثر يعني، بس ان شاء الله الايام الجايه. هذا حضرتك كاتبون فالجلسات الشعبيه اللي تنوجد موضوع العيد، موضوع الغزل، يعني هالقضايا. سمعنا شيء اليوم هيك طيب. من طقوس الحسكه إيه عن العيد راح احكي لكم. عيد ودمع وجروح يلتم من شلون، كل ما اقول انساك تفضحني العيون. الله. اه يا زماني عليك من عندي شو تريد، فرحانه هاي الناس واني ابكي بالعيد. انت النفس والروح وانت حياتي، صدقني افكر بيك حتى بصلاتي. الله. اردنشد العشاق واهل الهوى هم، ليه اللي يجرح الشوق ما يطلع الدم. ايه. ميت وحق عيناك والروح بيدك، لو جاها ملك الموت شدني بوريدك. يا سلام. حبك بقلبي انزرع شجرة حزن، صبارة تربو انجلح كل يوم يطلع له فرع. البارحة مريت على الدكتور عايني وبكى، قلت له حكيم ايش عاين، تقول لي شفت وعيونه مشطوفة دمع، صد وبكى. صبار نابت بالقلب، صبار مفرع بالقلب، مجبور اقص عروق قلبك واشلعاته ينشلع، مجبور اقص عروق قلبك واشلعاته ينشلع. يرد الثاني يقول له انت الداي ودواي، يل تصيح بهواك اعضاي، مو بيدي اعوفك ولا بيدي اهجر طيوفك، لا تقول لي ظروفك، احبك 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 وكل الظروف، وشوف اسمك بقلبي دشوف، لا حكي عاذل يفرقنا ولا تقدر ان السيوف، احبك احبك بكل الظروف. يعطيك العافيه. الله، يعني وقت اللي نسمع هيك خلينا نكفي معك. حبيبي احبه ويحبني مو 90 100%، بس بي طبع مو زين، كل نوبه يكذب علي. لا هيك كثير حلو. حب وكذب ما بيجتمعوا اليوم. استاذ اكيد يعني كاتب شيء كمان نسمع يعني. طيب خلينا نسمع معلي. ثقيل العيد من غير الهوى، ثقيل ثقيل العيد من غير الهوى، ومو كل هوى للروح يحييها، غربتي مو بالبشر والناس، غربتي دمعه وغاب ساقيها، لميت كل ثلج الشتا بحزني، اريد الهوى ياخذني عليها، ثاري الهوى ثاري الهوى الحب مثل البشر خوان، باقى العيد ورحل بيها، وظل الجرح بالروح مو دمع مو دمع، دم بشواطيها، وصحت وصحت يا هوى وصحت يا هوى يا هوى، رد للروح ساقيها، صحت يا هوى رد للروح ساقيها، ثجيل العيد من غير الهوى، ومو كل هوى للروح يحييها. أكيد آخر جملة أكثر شيء يعني اليوم حقيقية. هلا هدول عم نسمعهم هنن شيء خلينا نقول يعني منتشر بالحسكة، يعني الناس بتتداولن أو شيء خاص لحضرتك؟ هلا بالجلسة في شعر. كل يا يكون شاعر، شعراء اثنين أربعة خمسة، بكل جلسة شعبية معروفة يكون في قصائد شعر، فكل واحد يجتهد، يا يكون حافظ. بالنسبة لي أنا أكثر هذولا إلي أنا، فبالجلسة التراثية، بالجلسة بالسهرة، بالتعليلة، بالقاعدة، لا يعني يكون في شعر، يكون في غنى، في عزف على آلة الربابة، في على الشبابة، في على العود، يعني بعدهم لهلا بيعزفوا على الربابه وهدول القصص موجودين. إيه؟ رغم كل التطور اللي صار ولكن حافظتوا على هذا الربابه. حيطش علم هي اصل الكمان،
والكمان هو آلة الرافا سترون الهندية اللي عمرها 1200 قبل الميلاد. أصل الكمال الربابة هي الكمال هو تطور عن آلة الربابة. صحيح. وهي الأبحاث موجودة وموثقة. فالكمال الربابة هي آلة تراثية وترية موجودة يعني. صحيح. وإحياءها يعني محافظة الحسكة معروف أنه هي منطقة غنية بالتراث والثقافة، خبرنا أكثر نحكي عن تراث المادي ولا مادي بهي المحافظة. هلأ التراث المادي هو الشيء الملموس، القطع الأثرية، المقتنيات اللي عمرها أكثر من 100 عام وبعد، منها الأسلحة، الصيانة، الألبسة، الأزياء، المقتنيات، هي هاي مادي ولا مادي مثل ما حكينا، الشعر والقصائد وهالقضايا والحكايات والأهازيج والهوسات. طيب مثل ما بلشنا بالكلمة الحلوة والحب والفرحة العيد، خلينا ننهي هذا اللقاء اللطيف مع حضرتك بشيء أنت محضره. طيب عن الأم والعيد. إجا العيد وما شفت أمي، شفت قلبي يموت ودمعي ورايا، ما قدرت خيط النزف بيدي، حضنت ثويبها ومن قبرها صاحت معايا، أريد أشق القاع وأحضنها، أمي مو صباح العيد، أمي العيد شنها، أمي مو صباح العيد، أمي العيد شنها. كل عام وأنتم بخير. وانت بألف خير. بدنا نشكرك اليوم هيك لحضورك، واكيد تحياتنا لكل اهالينا بمحافظه أكيد. الحسكه، وكل عام وانتم بألف خير، ينعاد على الجميع بالصحه والبركه. شكرا كثير لك استاذ عايش.